بلاجر انا شنيش إن هذا المشروع الواعد ذو الأهمية البالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني بصفة عامة وللمنطقة بصفة خاصة، ها هو اليوم يدخل مرحلة التجسيد بعد أن استكمل كل الدراسات سواء المتعلقة بالجدوى الاقتصادية أو الخاصة بالأثر عن البيئة على البيئة ودراسة الخطر. هذا المشروع سيوفر حوالي 800 منصب عمل مباشر وأكثر من 4000 منصب عمل غير مباشر، على أن تعطى الأولوية في التوظيف إلى الشباب المنطقة، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية العديدة المنتظرة من تجسيد هذا المشروع، سواء للاقتصاد الوطني بصفة عامة أو ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة بصفة خاصة.